هذا باب القسمة، والفقهاء يذكرونه في كتاب القضاء، لأن قسمة القاسم كحكم الحاكم من حيث إنها ملزمة للشريكين، ومن ناحية أخرى فإن القسمة قد تكون على يد القاضي، فالقسمة قد تكون على يد الشريكين بالتراضي بينهما، وقد تكون على يد قاسم ينصبانه يتراضيان على نصبه، وقد تكون على يد القاضي إذا اختلف في القاسم.